حسب الطلب. شاورما دجاج واحد شاورما جاني عليها أكثر من طلب وجيت أجربها، خلونا نشوف. هذه على 600 فلس بستة ريال، شوف حجمها ما شاء الله كيف. لا وجايد عليها دجاج مقمر من فوق ومظبطة متوصين فيها صراحة. بسم الله والله العظيم من أول لقمة يا جماعة قوية ما شاء الله. مشكلة مشوارها بعيد واليوم اشتهيتها وقلت بروح أجربها. والله لذيذة قسم بالله، شاورما قوية، خبز لبناني بس كبير مفروض، مقمرة ودجاجها مبخر ولذيذ، طعم الثومية جدا ممتازة. الله هذا اسم على مسمى، واحد شاورما لأنها واحدة بتشبعك ما يحتاج تاخذ اثنين، دجاج مبخر ولذيذ وبطاطا طرية على شوية ثومية ومخلل. يا إلهي على هالشاورما يا جماعة، هذه أفضل شاورما أكلتها في البحرين لغاية الآن. يا جماعة اللي ما جربها لازم يجي يجربها. هذا صوص الباربي توه نازل جديد، عطاني قال لي جرب هذا. هذول فنانين بالصوصات، شاورما أصلا فيها ثومية من أطيب ما يمكن. يعني يا كثر شاورمات البحرين اللي جربتها، أقول لكم هذه أطيب واحدة لغاية الآن. والله العظيم يا جماعة شاورما ولا غلطة، كل شيء فيها طيب، كل شيء فيها لذيذ، تستمتع وانت تاكلها. شاورما مرتبة متعوب عليها ولا مالحة ولا قطرة زيت. هذه يا جماعة تقييمها 10 من 10. والله برافو عليهم، قوية الشاورما ما شاء الله. وخذ لك أحلى كرك من مقناص الجنوب اللي بجنبه، صحتين وعافية عليكم.